السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة درسنا وتتبعنا تطور الأنظمة العددية ابتداء من natural numbers اللي أعداد ال natural numbers الأعداد الطبيعية. طورنا شوي، شفنا علاقات الشعوب والأمم في التطور، حيث كل أمة تأخذ من أمة. ابتدأنا حسب المعلومات اللي عنا من البابليين هم الأساس، ثم الفراعنة، ثم انتقلنا للإغريق اليونانيين القديمين الإغريق. طبعا لا ننكر أيضا الهنود وباقي الشعوب، ولكن هاي العناصر الأساسية أو هاي الأمم الأساسية المشاركة في التطور العالمي بشكل عام. بشكل خاص الرياضي، احنا بندرس الرياضي، لكن انت ممكن تنظر لاي علم تقريبا نفس الشيء. الان احنا بنركز في الرياضيات، بدنا ناخذ اليوم ان شاء الله رب العالمين مدخل للعلوم الرياضيه الاسلاميه، ونشوف القاعده الضخمه اللي وضعها المسلمين. لكن بدي انبه لحاجه مهمه بتهم هذا الكورس، طريقة التفكير اللي المرة اللي سابقة ذكرناها، بس بدي أنا أنبه دماغك إلها. لما أحكي لك السالب واحد اكتشفه مثلا العلماء المسلمين، تحكي لي شو يعني السالب واحد؟ الحقيقة بدك تتصور زي ما حكينا المرة السابقة، إنه نجيب إنسان ونحطه بجزيرة وحيدا قادر على العيش، يعني العيش فيها، ويكون هو مش شايف ولا حدا ولا قارئ ولا بيعرف إشي، خلق لحاله ونشأ لحاله، شو بيقدر هذا الإنسان يعرف؟ الآن هاي الإنجازات القديمة جدا بدنا نتعرف عليها اليوم، إنها مش بسيطة، إنه يعني صناعة اللي النووي، الطيارة، الصاروخ، مش إشي أهم من اكتشاف السالب واحد أو اكتشاف الأشياء البسيطة، لأنه تراكمي ومبني على بعضه، وكل الشعوب والأمم شاركت فيه. يعني صح بدنا نأخذ مدخل للعلوم الإسلامية، لكن هسه بداية إن شاء الله بنشوف إنه العلماء المسلمين مش برضو يعني هم من الفراغ أو من وحي الخيال عرفوا هاي المعلومات، لا، أخذوا عن الأمم الأخرى مش مسلمين، أخذوا عن ناس مش مسلمين وطوروا هاي العلوم. لكن العلم الإسلامي كان جامد جدا، يعني كان قوي جدا. الحقيقة مصدرين أساسيين المسلمين اعتمدوا عليهم أكثر إشي، أو خلينا نحكي اعتمدوا على الإغريق اللي هم اليونانيين القديمين بصفتهم سابقين بالتاريخ بالعمر بالزمن، هي الحضارة اللي قبل الإسلام. يعني الرومان، الرومان ما عملوا إشي، يعني الرومانيين البيزنطيين ما عملوا إشي، الفرس كفرس قبل الإسلام ما عملوا إشي، لكن كفرس بعد الإسلام عملوا إشي عظيم، وعلى ما يبدو تغير بسبب الإسلام، عملوا شيء عظيم سبحان الله. أما الآن، أما الرومان والفرس، الرومان هم ما أسلموا، ما عملوا شيء نهائيا، ما لهم مش حضارة علمية. أوكي، الفرس أيضا ما لهم مش حضارة علمية قبل الإسلام. الآن الإغريق اللي هم يونانيين قديمين إلهم حضارة قوية جدا، والإسلام والمسلمين اعتمدوا عليهم. الهنود لهم أيضا، الهنود لهم بموضوع تقريبا نحكي موضوع واحد ومهم، الأعداد. الأعداد الهنود لهم الشيء الكثير. الآن إن شاء الله بدنا نتعرف على منين المسلمين أخذوا معلوماتهم وكيف طوروها وبلشوا فيها وحطوا العلم العظيم اللي بنشوفه في الأيام هاي. الآن هاي بتحكي الصفحات، طبعاً بيعطيك أنا ملخص كيف بدي أمشي معاك، أنا بدي أقرأ لك وأفسر، بحيث أنت إن هاي المادة اللي بدي أبعثها على الموديل لما تيجي تقرأها إشي ما استوعبتوش، إشي كان صعب مش مفهوم، ارجع للفيديو بتكون الأمور إن شاء الله واضحة. مثل ما حكينا إنه المسلمين اعتمدوا على الإغريق والهنود،
فهنا بالصفحة هاي أنا شو بعمل؟ أنا معاي مرجع جامعي قوي جداً، أخذ منه الصفحات الأهم لأنه هو كبير جداً، فبأخذ منه الصفحات الأهم. طبعاً كأمثلة أنا بجيب، وبجيب منها الأسئلة بس، حتى الأسئلة مثل ما اتفقنا بكون أنا معلم تحته كاتب لك مهم، والأشياء الثانية اللي بجيبش منها أسئلة أنت تقرأها تفهم منها. أوكي، شو كمان بدي أحكي؟ كنت بدي أحكي شغل نسيت. المهم اليونانيين، نبذة عنهم، الإغريق إلهم بالعلم كثير. نقرأ مثلا، أول إشي عملياتهم الحسابية معقدة وطويلة. إذن الإغريق لم يكونوا متقدمين بالعمليات الحسابية وبالأعداد والحساب. أوكي، هم عملوا شيء عظيم، لكن بالأعداد والحساب ضعيفين. بديش أحكي جدا، مش صحيح أحكي ضعيفين جدا، ولكن هاي الكتاب بيحكي عملياتهم الحسابية معقدة وطويلة. إذا بتنفعش الإشي المعقد والطويل، بينفعش. أوكي، بس رايحين نشوف إنه الإغريق أيضا إلهم إنجاز بطريقة تفكير معينة، كمان شوي بنشوفها إن شاء الله. وقد أخذ اليونانيون عن المصريين ضرب القسمة، عن البابليين المهم أخذوا أشياء، والقسمة الستينية يعني طبعا إشي طبيعي اليونانيين يستفيدوا من اللي قبلهم. هنا في هاي الفقرة هاي اللي من الواضح أن بعض أنماط لحالك اقرأها لحالك، بحكي إنه برضو أخذوا من الهنود، يعني شيء مش مهم اقرأوا. أطلق مادة بزيادة بحيث حدا، وإذا حدا بده الكتاب بنحاول نشوف، بجوز إنه مش على الإنترنت هو، لكن بنحاول نشوف شو بنساوي. وهين هاي مهم الفقرة، منطق الإغريق بين دراسة العلاقات المجردة التي تربط الأعداد وبين الطرق والمهارات العملية للحساب بواسطة الأعداد. إذا اللي بدنا نفهمه إنه الرياضيات يا شباب ويا صبايا اللي بتدرسوها في الجامعة، أنتوا بتدرسوا نمبر ثيوري، وفي إشي كمان اسمه تحليل عددي، هذول تخصصين، التحليل العددي والنمبر ثيوري تخصصين مبنيات على الأرقام. الإغريق أي نوع أحسن هم اللي بيضبطوا فيه؟ النمبر ثيوري. النمبر ثيوري الإغريق نعم هم عملوا فيها الكثير، لكن التحليل العددي لم يعملوا فيه شيئا أبدا. التحليل العددي للمسلمين العرب، المسلمين بشكل عام العرب وغير العرب، وإضافة كمان من الهنود. إذا بدنا نميز، هاي ممكن أسألك أنا بالامتحان، يعني ممكن أحط لك سؤال إنه بناء على هاي الجملة، فأنت بدك تقرأ الجملة تفكر فيها مش قراءة سطحية. كمان مرة بدعيدها، ميز الإغريق بين دراسة العلاقات المجردة التي تربط الأعداد وبين الطرق والمهارات العملية للحساب. الآن فيش فيها المعلومة، وعرف أنه الأول بالحساب أريثمتك، العلاقات أريثمتك اللي منه التحليل العددي، والنوع الثاني لوجيستيك المنطقي اللي هو منه النمبر ثيوري. خلينا نشوف كيف. طبعا لحالك مش راح تفهم هيك، واستمر هذا التصنيف حتى مش مشكلة، وهذا يعني أن الإغريق ميزوا بشكل واضح بين ما يسمى اليوم نظرية الأعداد. أوكي، إذا هم العمليات الحسابية خلاص فهمنا، مش قويين بالتحليل العددي، قويين بنظرية الأعداد نمبر ثيوري. أوكي، كيف بدنا نتأكد من المعلومة هاي؟ من هاي الفقرة اللي بأشر عليها، اتجه الإغريق بالحساب اتجاها تجريديا. مهم هاي الكلمة، واللي بحط لك تحته خط هاي عادة بسألك عنه، وكمان في أشياء بحطش خط بسأل عنها، بس اللي خط تقريبا كلهم بسأل عنه، يعني سهل جدا تعرف الأسئلة. اتجاها تجريديا يعني ما اهتموش بالعمليات الحسابية، وبالتالي هنا في مشكلة عندهم مشكلة. لكن الاتجاه التجريدي ايضا عندهم قوة، فسبحان الله هيك الحياة، عندهم قوة بحيث انه بفكر شو بفكر؟ برايم مش برايم، بيرفكت سكوير، الاشياء اللي زي هيك خصائص الاعداد هسا بندرسها وبنشوفها. شوفوا هنا، فحاولوا تعريف الوحدة وكذلك عرفوا العدد. تعريف العدد هذا، تعريف العدد لو بدي اناقش انا وياكم فيه راح يكون صعب عليكم. تعريف العدد بس راح يكون صعب عليك
شو العدد اللي بده يقرأه لحاله قراءة ذاتية، يقرأ العدد، يقرأ شو تعريف العدد بس. لكن مش بسألك بهذا المستوى، ما بسألك. هنا في واحد اسمه طاليس وعرف العدد بأنه مجموع وحدات، يعني طبعاً هذا التعريف يعني مش قوي. في كمان الفيثاغوريين، كمان الفيثاغوريين نسبة لفيثاغورس يعني، وفيثاغوريين هم إغريق أيضاً، وإحنا إحنا بنقرأ فيهم عشان بدنا نأخذ منهم، عشان العلماء المسلمين بدهم يأخذوا منهم، فبدنا نعرف شو عملوا عشان ما نكون صادقين، ما نكون مزورين للتاريخ. الفيثاغوريين أيضاً هذولا بيشتغلوا بالهندسة. هسا بنحكي عن شو أهم شيء الإغريق بتميزه، يعني إذا بنحكيها بسرعة، الإغريق أو اليونانيين بالهندسة، هم عمالقة بالهندسة، فلسفة فيثاغورية ومش عارف شو، هاي الفقرة يعني انساكي. كانوا هنا على الحصى، استخدموا الحصى، تشوفوا كان زوجيا أو فرديا. إذا هم من البداية بهمهم مش الحساب، هم بهمهم النمبر ثيوري، إذا ما بهمهم التحليل العددي أبدا. طبعا الجانبين مهمات ما بنقدر، لكن التحليل العددي أكثر عمليا وإفادة في الصناعة كرياضيات فيدية مثل ما الكتاب حكى. أوكي، فيكم مثال كيف الإغريق أو أمثلة كثيرة. شوفوا الفقرة هاي، عرفة أو عرفة عرفة الفيثاغوريين والأعداد التامة. الآن بحكي عن أشياء نمبر ثيوري عرفوها الإغريق الفيثاغوريون. هاي الأشياء اللي عرفها الفيثاغوريون لو خليت لك لحالك الفقرة تفهمها كلها، لأنها بسيطة طبعا. الآن ليش بتفهمها كلها وبسيطة؟ لأنه رد ذكر حالك، الإنسان كان في البدايات، وبالتالي كان تفكيره على قده، وهذا الإشي اللي عمله كبير بالنسبة له، ولو ما عملوش اليوم ما إحنا بنوصل، ما ممكن نحكي على اللابتوب، مش ممكن، لأنه اللابتوب هذا بيحكي، والبرامج هاي المبرمجي أغلق يعني داخل الكود زي تحليل العددي فيها، التحليل العددي أو خلينا نكون أدق نيوميرال نمبرز، يعني نظام الأعداد اللي هو عربي هندي هو الأساس، وبعدين بصير باينري وديسمال وإلى آخره. مثلا عرفوا perfect numbers، الأعداد التامة، يعني الأعداد التي مجموع قواسمها التي تقل عنها تساويها، الأعداد التي تساوي أعدادها. أوكي، مثلا 28 بقسم على 7 و 14، انساك من الواحد وال من الواحد ومن ال 28، بس ال 7 وال 14 مجموع قديش؟ السبعة والأربعتاش هاي يعني واحد حاسبه كمان، والاثنين بقسمها والأربعة بقسمها، هاي كلياتنا هذول. الواحد بدخلوه بس بدخلوش الثمانية وعشرين بدخلش، بدخل كلهن ما عدا العدد نفسه. إذا مدخلين الواحد، ما هي هاي التعريفات، يعني حدا بيعتبر هيك حدا بيعتبر شيء. إذا الواحد دخلوه، اثنين أوكي بقسمها، أربعة بقسمها، سبعة أوكي، أربعتاش مجموعة 12. إذا هذا بيرفكت قواسمه باستثنائه، هذا اسمه بيرفكت. في البيرفكت فائدة، بيرفكت إلى حالك لو فكرت فيها بتعرف شو يعني، إنه قواسمه أكبر منه. وهي حاطط مثال، هاي مثال 12. وناقصة، أعداد ناقصة، ديفكتيف نمبرز أو دون التامة، راح تعرف لحالك بدون ما تقرأ شو معناتها، اللي هي أقل. هاي حاطط مثال. أعداد المتحابة، هاي الأعداد المتحابة يعني باختصار جنن الدنيا فيها العلماء الإغريق والعلماء المسلمين. الأعداد المتحابة، الأعداد المتحابة، نشوف شو هي الأعداد المتحابة، تعرفها لحالك لو قرأت. قواسم كل واحد يكون كد الثاني، يعني 284 و220، 284 يساوي مجموع قواسم 220 والتي تقل عنه طبعا، باخذوش العدد ال 220 باخذوهاش، فباخذوا كل الاعداد هاي من واحد، شوف وين باشر لك، من واحد ل 100، من واحد ل 110 كلهم، اقسمهم ال 220 اجمعهم
بيسوين قديش؟ 284 والعكس. اذا الاشياء اشتغل فيها هاي الاشياء اشتغل فيها الاغريق. سوري. الان مثال اخر لعدد تام اعطي من عندك جرب. جرب مثال تام وناقص وزائد سهل سهل. كمان الان على الهندسه الان هم الفيثاغوريون او الاغريق هم عمالقه الهندسه. خلينا نحكي هنا شويه لانه ما بتقدر تدرس التاريخ والرياضيات وابداعات الامم والشعوب بدون ما كمان تقرا طبيعه الامم وكيف نفسياتها بتفكر. الان عندنا خلينا نقسم العالم لثلاث شعوب، الشرق الاوسط ومع الهند، الشرق الاوسط يعني حتى الهند هاي نعتبرهم متشابهين. اي واحد الاوروبيين ما هم الاغريق اوروبيين يونانيين، الاوروبيين الامريكان الاستراليين الكنديين يعني الغربيين الغربيين مثل ما بطلقوا عليهم في العلم الغربيين. اذا هاي امتين. الام الثالثه الاسيويين ايشنز، وبنقصد بايشنز من اليابان لاندونيسيا خصوصا الصينيين، الصينيين الكوريين اليابانيين هذول كلهم وحتى اندونيسيا حتى المسلمين وغير المسلمين يعني يعتبروا هذول ايشنز بيشبهوا بعضهم لهم شكل محدد. الان الايشنز تاريخيا ما لهم مشاركات علمية. هينا بنقرأ في الكتب وهيكم تقرأوا الكتب ما لهم تاريخية. اللي هو التفاعل هسا نحكي ليش. التفاعل بيكون ما بين الشرق أوسطيين مسلمين وغير مسلمين. احنا مش متحيزين. عرب فرس هنود وفي غير بس هذول الأساسيين. عرب فرس هنود مسلمين غير مسلمين نفس الثقافة. نفس الثقافة بعيداً عن الدين. هذولا لهم تفكير بتفاعلوا مع التفكير الغربي سواء بداية من الإغريق حتى أمريكا اليوم والأوروبيين كله هذولا لهم تفكير. هذولا لهم تفكير. والقسم الثالث الآسيويين لهم تفكير مختلف. ما بدي أطول بالموضوع لكن ما هو الكتاب يعني بيأشر مرات لما حكى تجريدية للإغريق الأوروبيين أو خلينا نحكي خلاص الغربيين نقصد فيهم كلهم تفكيرهم تجريدي. تفكيرهم تجريدي وهم أقوى بالهندسة والتفكير التجريدي. من رايحين ندرس الهندسة هيك تفكيرهم. شو يعني تجريدي؟ يعني عادة بميل يدرس خصائص الأشياء زي ما حكينا بالفقرة السابقة والديفينيشنز التعريفات للتعريفات هيك دراسته. إحنا العرب المسلمين عرباً وفرس، عرباً وإيرانيين سابقاً، يعني عرباً وفرس سابقاً للفرس، بالإضافة إلى الهنود مش مسلمين، طبعاً ما هو نصهم مسلمين، والمسلمين إلا تفكير خاص، إحنا تفكيرنا عددي جبري، فالجبرة كلمة الجبرة عربية أصلاً، وبالتالي إحنا حطينا التحليل العددي والجبر هذا إلنا، هم إلهم الهندسي والتجريد. هذا يكون واضح. ممكن أسألك عنه ممكن لو طبعا هو مذكور بس بده تلخيص بالكتاب عن الهندسي اقرأه لحالك شوف كيف. أنا ما بجيب لك إذا بجيب لك أشياء هندسية بحكي لك هاي أشياء لا إن هاي بتقود بينهم كانوا هندسي عمالقة الإغريق وكان تفكيرهم أهم كتاب عندهم إليمنتس ذكرنا المحاضرة السابقة إليمنتس ليوكليد واسمها يوكليديان جيومتري تدرسوها بالجامعة يعني درستها أنا مرة يوكليديان جيومتري اللي شو اسمها الهندسة التقليدية هي تقليدس يعني وعمل لهم إضافات مش إنهم مش إضافات المسلمين لا إلهم أساس إغريقي الأساس إغريقي. الآن هسا بنيجي نشوف في صفحة عنا عن نمبرز شو إحنا عملنا بالنمبرز. كنا عنهم هسا بنبلش في إحنا
يعني احنا اخذنا منهم وهم عملوا شيء كثير، شو طورنا؟ اذا ما طورنا بيكون عالي على الشعوب، ما عملنا شيء، بدنا نشوف شو طورنا. التطوير اللي قلنا باختصار، طبعا الصفحه بتاسف انا مش واضحه كثير، بعت لكم اياها مره ثانيه على اللي اصورها. انا شايف ان شاء الله تكونوا شايفين معي. شوفوا هين باشر عليها. فقد من هين اكتشف الكرجي او الكرخي، والله ما عارف هو خطأ مطبعي وكرجي، تأكدوا من الاسم. اوكي، نظرية ذات الحدين بأسس صحيحة، وساهم ذلك في تطوير التحليل العددي. طبعا مش بس هذا الاكتشاف، يعني ذات الحدين اكتشاف اسلامي، لما تحكي اكس زائد واي هو ان، طبعا بأسس صحيحة، يعني قوي ان. كيف بتعرفوا كيف بتصير؟ كيف مثلا التربيع كيف، وإشي بقل قوته وإشي بيزيد قوته مع قوة محدده، موجود اللي شو اسمه نظريه ذات الحدين، باينوميال، الباينوميال ثيوريم ذات الحدين، هو اساسيه اللي ممكن نسيها بيفتح اي موقع بلاقيها، واعتقد اغلبكم بيعرفها، اللي بيعرفهاش ضروري يعرفها، يعني سواء سالتك ولا ما سالتك عنها لازم تعرفها. هي اكتشاف اسلامي نظرة الحدين اللي نستخدمها لليوم. التحليل العددي قلنا. الآن هنا في أنظمة نظام الستين، ما بيهمنيش كثير حالياً، النظام قبل أنا كاتب شيء مش واضح باليد. ما بيهمنيش بسبب اليد، اللي بيهمني الأرقام العربية الهندية. هو المستخدم اليوم. هذا أكبر إنجاز أو من أكبر الإنجازات الإسلامية. نظام الأرقام العربية الهندية. فلو فتحت على اي موقع على الانترنت بسموه هندو عربيك نيوميرال، هو مشاركة الهنود في وضعه ليست كبيرة، الحقيقة ليست كبيرة، لكن شارك، ما بتقدر تنكر، هو شارك، حكينا بجزء المرة السابقة شارك، وبنحكي اليوم ان شاء الله شو شاركوا فيه، لكن هو يعني كان اسمه عربيك غيروا صار هندو، فهم بدهم يعني يفض يعني بحبوا لو يلغوا عربيك من مره، لكن مش الموضوع. تعرف معلومه بحكي لك عنها انا، يعني من اهداف الكتاب تعرف انه حاليا يطبع كتب، واحنا حاليا بمرحله متخلفه مش متطوره، الكتب التي تطبع حاليا اغلبها كاذب مش صادق، يعني هذول بيحرفوا كل شيء، بيحرفوا كل شيء، وبالتالي انا بدي اخلي عندك انت على الأقل المرجع اللي بتبعه أنا مرجع جامعي، وغيره طبعا مش بس صورة، حتتبع غيره، أتبع مراجع أجنبية كمان، يعني على يعني بدنا نحكي إنه محايد، هو يعني أقرب للمحايد، أقرب للمحايد هذا المرجع، مع إنه عربي، لأنه إحنا عنا عقدة الضعف والهزيمة حاليا، فبنرد عليهم، لكن بدنا نتبعه. هاي النقطة تكون واضحة عندكم، رايحين ناخذ المحاضرة الجاي عن النظريات الإسلامية المسروقة، شوفوا شو في نظريات مسروقة، أمثلة بس أنا بدي أعطي، يعني بدنا نشوف أمثلة والباقي أنت بتدور عليها زي ما بدك، يعني قراءة للاستمتاع، لكن إشي محزن أيضاً، لكن برضو بيكون إنه إحنا عندنا مصداقية، هذا الإشي بدكم تكونوا عارفينه، عندنا مصداقية أكثر منهم، هم ما إلي علاقة بطور ولا ما بطور، ما احنا بنطور، طورنا يعني قادرين ان شاء الله في المستقبل نطور، وحاليا في عندنا ناس كثير بطوروا، بس هم مش منصفين، وعدم الانصاف كارثي، يجب انك تحكي الاشياء بصدق. هاي نقطة مهمة تعرفوها، مهمة جدا هاي بالمادة كلياتها، حتى الكتاب يعني بتطور لها كثير، المؤلف بيحكي عنها بس بيحكي عنها بشكل ملغز، بدوش بس هو هسه بنشوف كيف بحكي عنها. نشوف التحليل العددي والارقام بشكل عام. ومنازل عشريه والقيم المنزليه. الان بدك تميز هين، الكسور عارفين شو كسور. المنازل العشريه بدك تميز بين شغلتين، عندك النظام العشري اللي احنا يعني لو حكيت رقم مثلا 250 هذا بالنظام العشري، والصفر له قيمه احاد عشرات مئات، عارفين وكيف بهذا، وبدك تميز ما بين الكسور العشريه. فهنا انجازين عندنا،
عندنا إنجاز الكسور والكسور العشرية. ماشي؟ إنجازين. والقيمة المنزلية، أوكي. هذا على الغبار بهمنيش، هذا الإشي كانت تكتب على الغبار، أعداد الغبارية، هاي معلومات تاريخية، ما بهمناش بالرياضيات. لماذا استخدم الغبار؟ ما بهمنيش. في هنا عالم اسمه الإقليدسي. الإقليدسي عالم مسلم. طور طريقة لكتابتها على الورق بالقلم، تطور كبير يعني على فكرة. الآن من الأهداف اللي أنت كأستاذ رياضيات قريبا إن شاء الله، أو كأستاذة رياضيات، ضروري هاي المعلومة تفكر فيها. يعني أجى عالم مسلم وطور طريقة لكتابتها على الورق بالقلم، شيء مش بسيط، شيء كبير جدا يعني بهذاك الزمن، طبعا كبير جدا. الآن فهم كانوا يكتبوا الأشياء غبارية، يكتب يحط غبرة ويمحى مش عارف كيف. فهذا الإنجاز مش بسيط، ما تأخذوا إنه بسيط. ساهم البغدادي في تحسين النظام العشري، يعني من أكبر الإنجازات النظام العشري، سواء المنازلي أو الكسور العشرية الثانية. لقد ساهم النظام الثالث اللي هو النظام العربي الهندي في تقدم الطرق العددية عند المسلمين، بلشنا بالتحليل العددي هنا. وساهم في استخراج الجذور من أبو الوفا وعمر الخيام. هاي عندنا عالمين، أبو الوفا البوزجاني، أبو الوفا محمد البوزجاني وعمر الخيام. لما يعني مرتبة استخراج الجذور مرتبة كبيرة كبير. هذا كلنا حكينا عنه، العالم نظرية ذات الحدين حكينا عنها بعددي. تطوير الكسور العشرية ليس فقط تقريب، أنه هذا عالم مهم هنا مش واضح معنا، لكن هذا اسمه الكاشي، هذا من أهم العلماء على فكرة، الكاشي. أوكي، في تطوير الكسور العشرية، يعني حق هو هذا الكاشي عمل الكسور العشرية بصورة نهائية بتعمل فيها اليوم، هذا من الأكبر الإنجازات. ليس فقط لتقريب الأعداد الجبرية، بل أيضا الأعداد الحقيقية مثل باي، يعني صار يقرب في الباي، صار يقرب في الباي، والباي عدد غير نسبي، صار يعمل له تقريبات. أوكي. طريقة لاستخراج الجذر النوني، وتعتبر طريقته حالة خاصة مما توصل إليه عالم هنا شو اسمه مش عارف، بعد عدة قرون، يعني الجذر النوني. استخراج الجذر النوني نشوف وين بودينا. العالم الكاشي غياث الدين جشمند الكاشي طريقة استخرج الجذر النوني. طيب شو لما هو شو يعني الجذر النوني؟ يعني قوة، يعني جذر، يعني واحد على أم، رقم واحد على أن. هو بوصلنا هذا الاشي، هو تربطها مثلا بعد شوي بالجبر، شوف شو بصير. هذا الاشي اللي بهين مش مهم. هنا الفقرة هاي لقد كان حساب اليد اللي بحب يعني التعرف، الاستمتاع للمعلومات العامة، شوف أنواع كتب، أسماء كتب وعلماء. ما بجيب لك إيش بصراحة، يعني ما بحكي لك هذا الكتاب ألفه مين وهذا الكتاب. إذا بدي أجيب لك تاريخ ولا عالم بحكي لك هذا احفظه، بس أنا ما بدي إياك تحفظ، بدي إياك تفهم. فإحنا بنحكي بموضوع فهم أكثر منه حفظ، صح تاريخ بس فهم. علماء كثير مش رايحين نوقف عندهم. أبو الوفا البوزجاني، أوكي، أبو الوفا البوزجاني المثلثات إلا بالهندسة كمان، بس مش منطلقنا، بس المثلثات نعم كبير. صفحة 4 هاي الصفحة، شو كانت 3 مضبوط، بس أتأكد من الصفحة. نعم صفحة 4. عزيز الدارس سوف نتناول شو هين الأشياء، تسمية المنازل، تسمية المنازل مش كثير، لكن هذا أيضا إنجاز كبير. شيء اسمه الشبكي، اليوم الأحاد العشرات المئات
شيء عملوا العلماء المسلمين بالتعاون مع الهنود عشان نكون صادقين ما نكذب، لأنه جزء من دراسة التاريخ الصدق. فهنا هذا زي ما نعمل اليوم، زي ما اليوم أحد عشان. لكن شوفوا محل الصفر بحطوش شيء، لسه الصفر مش مكتشف، الصفر مش مكتشف، فبيخلوه هيك فاضي. هاي اسمها الشبكة. هذا ظهور الصفر عرب المسلمين سنه مهمه، وحاطط لك انا هي المهم. اوكي، بعد ظهور الصفر وضع رمز الصفر، وكيف وضع دائره داخلها مش مشكله. يفضل انك تحفظ هذه السنه والصفر الاكتشاف الاسلامي. الآن قضية الحروف، بدنا نيجي على قضية الحروف، إنه البابليين مثل ما شفتوا بالمحاضرة السابقة، واحد كانوا يرمزوا له في تي، وعشرة كانوا يرمزوا لها بإشارة زي الزاوية، وكذلك الأمر بالنسبة للإغريق نفس الإشي، عندهم إشارات أو رموز مختلفة، والهنود والعرب استخدموا الحروف. الآن هذا الموضوع بنحكي عنه هسه وبالآخر. استخدموا الحروف، هاي المرحلة الأولى. بعدين استخدموا الأرقام، استعانوا بالأرقام، بصراحة استفادوا من الهنود وطوروا أرقامهم الخاصة. مشان هيك بنحكي بالحساب أريثماتيك هندي عربي. قضية الحروف نشوفها كمان شوي، إذا بدك هنا تستفيد تشوف كيف هاي الأشياء مش مهمة، فيش إشي مش مهم، لكن شوف أنت يعني هاي موجودة، بدك الكتاب كله بنعطيك إياه، بس إنه يعني تشوف حدا يحب الموضوع يأخذ الكتاب كله يتعلم، يعني ما بعرف، لكن أنا شايفها مش مهمة، بجوز أنت شايفها مهمة. السؤال هنا، استخدمت شبكة لكتابة الأعداد التالية؟ جيب لك أسئلة زي هيك. أنا ما بدي إياك تعرف كيف حسبه. إذا اللي بده يعرف كيف حسبه، طبعاً طرق كثيرة كيف حسبه، شو بده يعمل؟ بدي أعطيه الكتاب أو هو يجيب مرجع ويقرأ استمتاع ذاته، هذا إشي عظيم. لكن أنا ما بدي أضيع وقتك بحيث أنت تعرف كيف حسب فلان وكيف حسب فلان، هذا اللي بدرسوه علماء النفس. بصراحة اللي بدرس كيف حسب الإغريق، كيف حسب العرب، كيف حسب اليونانية، مش عارف كيف، هذا بدرسوا علماء النفس وعلماء الرياضيات، يعني التطورية مثلا نشوف كيف تطور التفكير. احنا بدنا نشوف على قدنا، لكن اضيعك بالحسابات لا. يعني لهم طريقة، مثلا القدماء لهم طريقة، المسلمين لهم طريقة، الهنود لهم طريقة، البابليين طريقة، كل ناس طريقة. انا بشوف مش جميل انه نغرق الموضوع فيهم، في أشياء أهم. على الصفر أي حاطط لك عنده هنا مهم، التعبير عن الأعداد قبل، اقرأ أنت ظهور العدد صفر، استخدم العرب والمسلمون لوحة الأعداد وترى فارقة، حكيناها أي حكيناها هذا الإشي حكينا حكينا إنه. وهنا في معلومة بيقول لك استخدم في المشرق الإسلامي عندنا يعني في بلادنا رمز النقطة زي ما درستوا بالمدارس النقطة، وفي المغرب الإسلامي بنقصد، شو بنقصد في المغرب الإسلامي؟ بنقصد في المغرب الإسلامي ابتداء من ليبيا حتى الأندلس، يعني المغرب الإسلامي يقصد فيه المغرب العربي أو الدول المغاربية حالياً من ليبيا للمغرب، جزائر، تونس، موريتانيا، مع الأندلس. استخدم شو اللي بيستخدم الصفر اللي هاي الصفر الدائرة يعني. معلومة مهمة جدا. ومن الجدير بالذكر أن العرب استخدموا الصفر للمرة الأولى عام 873، بينما استخدمه الهنود عام 879، الفرق 4 سنين. الآن كيف عرفوا؟
عرفوا بناء على الكتب والمخطوطات والآثار التاريخية إنه يا عمي إحنا استخدمناه هذا السنة، هيك العلم يثبت، وهم استخدموه هذا السنة، إذا إحنا قبلهم بأربع سنين، إذا هو اكتشاف إسلامي عربي إسلامي وفارسي، مش اكتشاف هندي. الأوروبيين بيحكوا لا، مش اكتشاف عربي، اكتشاف هندي. هم لو يقدروا يلغون كاملة هاي هدفهم، لكن بيقدروش إن شاء الله. الآن هالمدخل هذا هي المهم جدا عليه، مهم جدا. وضع أبو يحيى المغربي السموأل كتابه الباهر الذي تعامل فيه بالأعداد السالبة، أعداد سالبة والصفر والمقدار صفر قوة الفارغة، مش هذا اللي بهمني، اللي بهمني ألف باء جيم، حتى نقراه. إذا طرح عدد موجب من القوة الفارغة نحصل على قيمة العدد السالبة، يعني صفر ناقص A يساوي ناقص A. إذن هي اكتشاف إسلامي، صفر ناقص A يساوي ناقص A. طيب نكمل حتى نشوف شو أهميته. الثانية بتقرأ الحلقة، إذا طرح عدد سالب من القوة الفارغة نحصل على قيمة العدد الموجب، صفر ناقص ناقص A يساوي A. جيم، حاصل ضرب عدد سالب في عدد موجب هو عدد سالب، وحاصل ضرب عدد سالب في عدد سالب هو عدد موجب. هاي الأشياء رايحين ندرسها بالقسم الثاني من المادة. هاي أبستراكت الجبرا، هاي أبستراكت الجبرا، إذا هنا مدخل الأبستراكت الجبرا. هذا مش بسيط الكلام، هذاك الآن أوكي صفر ناقص A ناقص A ما احنا بنعرف، بس لما ما حدا كان عارف والسالب كان موضوع كبير، فهو العالم هذا حط في مبادئ الجبر، مشان هيك الجبرة اسمها الجبرة. وللحقيقة التاريخية والأمانة، أنا الكتب اللي درست فيه الجبر يعني إن كتب أجنبية، ولكن مذكور هاي المعلومات إنه المسلمين في الأندلس ارتفعوا بالجبر إلى مقدار عالي جدا، يعني ممكن يكون تدرسوا بالجامعات وأشياء منها، يعني الجبر الإسلامي. أقول لك حول بين النظام الستي والعشري والثنائي الهندي، وحول ما بين النظام شو كمان الإغريقي وإلى آخره والباب، لا يعني المبدأ ما تبعرفه هو هذا بالنسبة لك بسيط أصلا، يعني باختصار حول بين الباينري والعشري، تعرف تقدر تحول بين الباينري والعشري، باينري وديسمال، تقسم على اثنين واللي بظلين تعمل خط تأخذ الباقي 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 وإلى آخره، أو تحول بالاتجاه المعاكس. هاي درستوها واللي بده بنعرفها، يعني بندرسها إذا حدا حابب. لكن الآن هاي المعلومات السابقة القديمة أسهل من هذا الحكي، سهلة، اللي بحب بدرسها. هاي شي هي شغلة بسيطة واحدة بس مشان ما تكونوش يعني تعرفوا الأشياء من مرة، تعرفوا في شغلة اسمها تسمعوا فيها حساب الجمل، حساب الجمل كانوا يسموه اسم ثاني الحساب الستيني، والحساب الستيني، الحساب الستيني يحسب بالحساب الستيني. أوكي أسف على القطع. هنا الحساب نحكي هنا هاي الفقرة، استخدمت الحروف الأبجدية بالترتيب المعروف بالجمل، أبجد هوز. الآن نشوف هذا شو ببساطة، هذا نظام تاريخيا ينسب للعرب قبل الإسلام، قبل العرب، هنا مش اكتشاف إسلامي، عربي إسلام. كان اليهود قالوا فيه بطريقة قوية جدا الجمل، عنه شوية مش راح أسألك عنه بصراحة، لكن شوف كيف الفكرة، الفكرة كل حرف له قيمة، أبجد هوز حطي كلمون إلى آخره، كل حرف له قيمة. في مثال مو في الرياضيات كمان نشوف، كينا ياء
كانوش يكتبوا بالأرقام. يعني كمان الجمل هو ما بنحكيش عنه مش مفيد، لا هو مفيد. فهم إذا كتب إياها أقصد فيها 11، الإي قيمتها 10 والألف قيمتها 1، إذا 11 وهكذا. هاي بسيطة، بس لو شوفوا هاي إح أصلي إي إب، هذه كسر عشرة. كيف الإم؟ هات نشوف كيف الإم قيمتها 40، أعطوها القيمة 40 والحاء 8، إذا بصير 48. هنا من اليمين للشمال، هنا العدد الصحيح 48. الإي با اليا با اليا 10 قيمتها، ارجع للشبكة اللي فوق عندك، ترجع لها، ترجع لهاي هي موجودة. والبا 2 إذا 12، كيف يعني 12؟ هي كسر. شوف شو كتب، 12 على 60. ليش؟ لأنه نظام 60ي. لو لو ما كانتش بال 60 بنقول 12%. لو بدنا نحسبها على شغلنا احنا بنقول 12%، صح؟ لكن هو عنده مش النظام العشري، نظام الستيني. 12 على 60، اوكي، مش مطلوب منك هذا الشيء، هذا المعرف. شوف هو لقب طور حساب 60، الله ما عارف الجمله كيف هاي، طور حساب 60، طور لقد طور حساب 60 حساب الجمل. ايوه الان نحكي عن شوي عن حساب الجمل. كمعروف هو المصادر التاريخيه بتقول انه اختراع عربي. الان على سبيل المثال بتعامل فيه الشيخ بسام جرار، واستنتج من خلاله نهايه دوله اسرائيل 2022. انا شخصيا ما بآمن بهالكلام، بآمنش بهالكلام نهائيا، لانه شوف الكلمه اللي قبلها المنجمين، لقد طور حساب الستين الى حساب المنجمين، ما بآمن فيه. لكن هم العلماء المسلمين استخدموا، كانوا يستخدموه في اشياء مفيده، ما كانوش عارفين الارقام، يعني ما عندهم مش ارقام فبيستخدموه، وكان نظام عشري كمان ممتاز، لكن مش تنجيم، يعني مش احسب زي ما بدك، حسابات علميه وبيستخدموها في التجاره، في الزراعه، في الصناعه، بيستخدموها حسابات بريئه علميه مفيده، اما مش بالتنجيم. انا يعني هاي فكرتي، ممكن واحد ثاني يامن في حساب الجمل وهو حر، ترجع له. اوكي، شو كمان كنا بدنا نحكي هين؟ هاي قراءة لك انت، رفع على المعلومات عامة. هاي صفحة 7، هاي الصفحة صفحة 6. مثال ويا مثال على الجمل، إن مثال أي المثال هيك اقرأ أنا يعني أحب الأشياء هاي، أحب الأشياء هاي، لكن ما بجيب عليها أسئلة نهائيا، ما بجيب عليها أسئلة. الآن سؤال هي مهمة، لكن إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة. الآن بدي أجيب لك مثال على استخدام الجمل صحيح. شفته امبارح بالصدفة، شفت وثائق امبارح بجامع، نسيت شو اسمه، مسجد في نابلس، بيتين شعر ثم كلمة أرخوا، وبعد كلمة أرخوا بحكي إشي على حساب الجمل اللي بده اللي بيتين الشعر وبده الوثائق التاريخية بعطيها هن، يعني بعد كلمة أرخوا حاكي إيش الشاعر. الآن بناخذ الكلمتين اللي حكيهن وبنحسبهن على الحسابات هاي الجمل، بطلع تاريخ تأسيس المسجد، بناء المسجد على ما يعني
مثل ما قرأت أنه بني زمن السلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد يعني قبل 100 سنة إيه وشوي هذا. فالآن في الزلمة أو الباحث بالموضوع كاتب حاكي أشياء أنه حساب الجمل السليم مثل العلماء المسلمين والعرب حساب السليم بعيد عن التنجيم ممكن يكون أكثر فائدة من الأرقام، ممكن أكثر حفظاً للمعلومة وأقل قدرة يعني أقل إمكانية للتزوير. هيك حاكي شيء شيء بالدنيا مش مفيد. فاللهم علمنا ما ينفعنا أنا بما علمتنا. كانت هاي المحاضرة المحاضرة هاي بشكل عام عن يعني مقتطفات عن إنجازات العلماء المسلمين، بجوز راح تخرى محاضرة فقط يعني، لأنه لو بدنا نبحر في الموضوع لا ما بننتهيش. فهي محاضرة الأشياء اللي شفتوا أنتوا، الأشياء المطلوبة منكم قليلة جدا بسيطة جدا، الأمور فيها شوية فهم، فيها شوية فهم، تعتمدوا الفيديو للفهم، وأغلبها معرفي يعني أغلبها معرفي، وأشياء قليلة اللي بطلبها منكم. الأشياء اللي بدها مش صعبة طبعا، الأشياء اللي ما بطلبهاش أصلا مش صعبة أيضا، لكن ما بدي أضيع وقتك في أمور فاهميني فاهميني، بديش أضل أعيد بالفكرة. بالإضافة إلى ممكن من بينكم طالب طالبين حدا الموضوع يعجبه أو يلفت انتباهه أو يكون عنده شغف بالأشياء هاي، هذا يكون له تعامل ثاني يعني. أتمنى أن يكون في ناس، لكن إحنا اتجاهنا مش هذا الاتجاه بالمادي. بعد ما نخلص من التاريخ شوي بدنا ندخل على الرياضيات شوي، كمان تعتمد هي اللي بندخله على الفهم وهو الهدف الأساسي في المادي، وما فيها أشياء معقدة إن شاء الله، وإن شاء الله بتكونوا يعني مستمتعين وعلاماتكم بتكون مليحة، لأنه بهاي المادة يعني يوضع العلامة، توضع علامة. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.